نشوب حرب أهلية بعد تشكيل أو بسبب تشكيل هذا المجلس. وبالفعل هناك تساؤل، كيف تسير البلاد بسلطتين؟ الأولى انتخبها الشباب أو رشحها الشباب ورشحتها الثورة، والثانية هي بالفعل تسيطر على مقاليد الحكم ومقدرات البلاد. أولا سأعود إلى نقطة جوهرية طرحها الدكتور عبد العزيز. النقطة الجوهرية إلى أن هناك مجلس انتقالي سيكون يعني بصدد تشكيله، تمام. هذا مجلس رئاسي انتقالي سيهتم بالسياسات العامة الداخلية والخارجية، لكن سيكون هناك أيضا مجلس انتقالي يأخذ طابع تنفيذي للقضايا يعني للاهتمام ببعض التفاصيل، وستمثل فيها الحقيقة كل المحافظات، ستمثل فيه كل الساحات، بالإضافة إلى يعني اللجنة العليا للانتخابات، لجنة دستورية لإعادة صياغة الدستور، الاهتمام بالقضاء، بالمؤسسة العسكرية والأمنية. هناك قضايا وأجندة كبيرة جدا أمام الثورة وأمام مكونات الثورة وأمام هذا المجلس. فالمجلس الانتقالي الرئاسي سيهتم بالسياسات العامة، لكن هناك مجلس أيضا آخر سيهتم بالجانب التنفيذي التفصيلي الخاص، يعني بالجوانب الاقتصادية، بالجوانب الاجتماعية، بجوانب الخدمات، بجوانب أخرى كثيرة جدا. هذا بصدد الجزء الأول. الجزء الثاني هل تسمحوا بتذكيري؟ نعم، يعني ماذا كان؟ الخوف من حرب بالنسبة للحرب أهلية. الأهلية، الحرب نعم، الأهلية لا بإذن الله، في ظل وجود سلطتين. بإذن الله الحرب الأهلية غير واردة. نحن نشعر باطمئنان كبير جدا. القبائل بالرغم انها مسلحه لكنها موجوده في الساحات العامه بصدر عاليه عاريه، سلاحها في بيوتها. الحرب الاهليه غير وارده على الاطلاق. الان ما هو موجود في بعض المناطق من بؤر صراع وعنف وتوتر، الحقيقه هي مواجهات بين ما تبقى من النظام، يعني من القوات العسكريه المحسوبه على النظام، وايضا يعني عناصر مسلحه، لكن ليست حرب اهليه. الناس ضد الحرب الاهليه على الاطلاق، لن تقوم حرب اهليه ولن تقوم. هذا وجود المجلس الانتقالي وفي هذه اللحظه بالذات الحقيقه هو لايجاد الحلول لكبح جماحه التدهور الحاصل في البلد على كل المستويات، التدهور حاصل، فهو سيكون دافعا للحل إن شاء الله بإذن الله. نعم، يعني لابد بالطبع أن يكون هناك تحرك دولي. هل هناك اتصالات مع الدول الإقليمية على الأقل من أجل الاعتراف بهذا المجلس، أو حتى رفع الشرعية أو رفع غطاء الشرعية عن نظام الرئيس صالح؟ والله اعتقد انه المجتمع الاقليمي والدولي يبدو انه مقتنع بحلول اخرى خارج اطار بقايا النظام، خارج اطار السلطه، خصوصا وانه رئيس الجمهوريه حينما امتنع عن توقيع المبادره وحتى وهو في اسوأ حالاته الصحيه والبلاد في اسوأ حالاتها ايضا، ما زال مصمما ومصرا على الا يتخلى عن السلطه. هذا جانب. أعتقد أن المجتمع الدولي هو يريد أن يساعد اليمن في تجاوز هذه الكارثة، فإذا كان المجلس كقوة موجودة على الأرض تمثل المجتمع اليمني بمختلف شرائحه، بمختلف بتنويعاته، بمختلف توجهاته، أعتقد أنه سيعترف بالمجلس الانتقالي. لا شك لأنكم الآن سمعتوا إلى أنه في مجلس يتشكل في سوريا، المجلس الانتقالي في ليبيا تم الاعتراف به، وهذا مجلس موجود في الساحة الآن وسيوجد وستكون له عمل، وهو باتجاه إلى أنه ينقذ هذا البلد. ففي تصوري بالتأكيد ينبغي على أعضاء المجلس الرئاسي الانتقالي أن يسعوا أيضا لهذا الحشد الدولي، لهذه المناصرة والمؤازرة من الأصدقاء
على مستوى الإقليم وعلى المستوى الدولي، لأنه أعتقد كلهم ليس في مصلحتهم أن ينهار اليمن. أيضا ستكون له تداعيات خطيرة عليهم أيضا على الأمن والسلام الدوليين إذا انهار الأمن والسلام في اليمن. فأعتقد إلى أنهم أيضا حريصون، ولكن قبل أن يكونوا هم حريصون نحن ينبغي أن نكون حريصين على بلادنا وأن نسعى لإيجاد الحلول، وهم بدورهم أيضا يساعدون على إنفاذ هذه الحلول وتقديم كل ما أمكن وتقديم الدعم المطلوب لليمن شعبا وأرضا وإنسانا. نعم.